غاز مصر كانت دائماً مدرسة عريقة تبني الفرد قبل المعدة والمنشأة. واليوم ونحن نعبر العام 40 من عمر هذه المؤسسة الوطنية، نذكر سنوات مرت في نمو واستقرار، وسنوات أخرى لم تكن بأفضل حال، لكن الثابت دائماً أن كلها مرت، وبقي هذا الكيان العظيم شاهداً على عظمة أبنائه. واليوم نسجل صفحات جديدة من تاريخ غاز مصر، حلم التحول الذي ولد كبيراً بما يتطلب رؤية واضحة كانت أساساً بنيت عليه خطة عمل دقيقة. وبكل جد وعزيمة قام رجال غاز مصر بتنفيذها بمنتهى الهمة والإخلاص، تحت إشراف دقيق ومتابعة دائمة ودعم كامل من معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا. فتحقق الكثير والكثير، وما زال العمل مستمرا. لازم نشكر أبناء شركة غاز مصر بقيادة المهندس وائل جوين، فلهم مني وكل زمايلي في قطاع كل تحية وتقدير. خمسة أعوام هي عمر مرحلة إعادة البناء والتحول من التعثر إلى الانطلاق. بدأت بإعداد الفرد ومجموعات العمل، مروراً بتحديث المعدات لمضاعفة الإنتاج والتوسع في أنشطة الشركة المختلفة، وإضافة أنشطة جديدة ومجالات تفتح الأفق لمستقبل أفضل. فأصبحت شركة غاز مصر لا تقتصر على تنفيذ الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع وحسب، بل أصبحت من الشركات الرائدة في مجال المقاولات المتكاملة والبناء والتشييد، ولها دور وطني مميز في المشروعات الوطنية الكبرى. فإلى جانب مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع في معظم أنحاء مصر، والذي وصل معدل تنفيذه إلى 470 ألف عميل سنوياً، ارتفاعاً من 200 ألف عميل فقط، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه في 5 سنوات 2,100,000 عميل. وتوصيل الغاز الطبيعي لقرى مبادرة حياة كريمة، هذا المشروع الوطني العظيم الذي يهدف لرفع المستوى المعيشي لقرى الريف المصري وتوفير أفضل سبل الحياة للقرى الأكثر احتياجاً. فقد شاركت أيضاً غاز مصر في مبادرة تحويل السيارات بالغاز الطبيعي، وذلك للمساهمة في الجهود المبذولة من الدولة المصرية في توصيل الغاز الطبيعي للسيارات. وقد قامت الشركة بإنشاء معظم المحطات ضمن المشروع، وما زالت مستمرة في المشاركة في تطوير كافة محطات الوقود في مصر. وتوسعت الشركة في أعمال إنشاء محطات تموين الطائرات بأسيوط والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وأعمال إنشاء محطات وشبكات المياه والصرف الصحي بمنطقتي الرديسية والرمادي بمركز إدفو بمحافظة أسوان. وتنشئ الشركة العديد من المصانع، منها إنشاء مصانع لإنتاج مواسير البولي إيثيلين في العين السخنة ومدينة العاشر من رمضان لصالح شركة إيجاس وشركة إيجفكو. والعديد من المشروعات في مجال المقاولات العامة بشركات قطاع البترول، الأعمال المدنية المتكاملة، أعمال صيانة ورشم ودهان لكافة المنشآت والمنصات البترولية براً وبحراً، الأعمال المتخصصة للعزل الحراري والحماية من الحريق. ولتتمكن الشركة من إتمام هذا التحول، وكذلك لتقوية مركزها المالي ليتناسب مع المشروعات القادمة، تم رفع رأس مال الشركة من 120 مليون جنيه إلى 960 مليون جنيه في 4 أعوام فقط. كما قامت الشركة بتحول الرقمي كامل بإدخال نظام ساب، سهل وأمن دقة وكفاءة سير العمل بما يحفظ الموارد ويحكم الرقابة على محاور الشركة المختلفة. ومع انطلاق العمل بهذه المعدلات،
كان لزاما تطوير مخازن الشركة الاستراتيجية للتواكب مع المستجدات، ولم يقتصر التطوير للمخازن المختلفة للشركة على التحول الرقمي، وإنما شمل التطوير كافة طرق التخزين والبنية الأساسية ونظم الحماية، بما يعد طفرة نوعية في شكل وأداء العمل. ولمواكبة زيادة الطلب على محطات ومنظمات تخفيض الضغوط في صناعة توزيع الغاز الطبيعي، قامت الشركة بإنشاء أكبر مصنع لتصنيع محطات تخفيض الضغط حاصل على شهادة أزميو ستامب، يهدف إلى توفير احتياجات الشركة والشركات الشقيقة ورفع نسبة المكون المحلي من هذه الصناعة، مع سرعة تلبية معدلات الطلب، وخاصة مشروع حياة كريمة. وفي مجال الحفاظ على البيئة، كان للشركة إسهام كبير في التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتقليل التلوث الناتج عن أعمال الترميل، بإدخال منظومة الترميل المغلقة صديقة البيئة، والتي تحافظ على العامل والبيئة معا، لتصبح نموذجا لمواكبة توجهات مؤتمر المناخ COP27. وتسعى الشركة جاهدة لدخول مجال الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال العمل مع عدة شركاء للوصول لأفضل طرق التعاون في هذا المجال، وبما يضمن استدامة وتواجدا قويا للشركة في العشر سنوات القادمة. كما تحرص الشركة دائما على التطوير المستمر لتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة العملاء، وكذلك تحقيق مصلحة العمل. فشملت خطة التحول إدخال نظم مراقبة استهلاك العملاء الصناعيين، والتي تضمن الحفاظ على حق الدولة من أي محاولات للعبث أو السرقة، وكذلك التدخل السريع وتقديم الدعم الفني بمجرد اكتشاف أي مشاكل قد تؤثر على وصول الغاز الطبيعي للعملاء. مع إضافة معمل جديد يعد الأول والوحيد في الشرق الأوسط، معتمد من هولندا، لمعايرة العدادات التربينية المستخدمة في قياس استهلاك العملاء الصناعيين. وكالعادة لم تغفل غاز مصر عن دورها الهام في المساهمة المجتمعية في العديد من أوجه المشاركة، ومن أهمها المشاركة في مجال تطوير المستشفيات الحكومية ومعامل المدارس والجامعات الوطنية والمؤتمرات العلمية لكليات الهندسة التي تخدم نشاط الشركة، كل ذلك مع استمرار القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجاً بالدلتا والصعيد. وسوف تستمر الشركة في العمل الجاد لإرضاء عملائها داخل مصر وخارجها، وتأدية دورها الوطني في إعداد العاملين بها ليكونوا دائماً في خدمة الوطن في كافة المشروعات القومية في قطاع البترول والقطاعات الأخرى. إنما تحقق ولا يزال يتحقق على أرض الواقع يبشر أن القادم أجمل إن شاء الله. غاز مصر، تاريخ نفخر به ومستقبل مشرق نتطلع إليه.